اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. وول ستريت جورنال اليوم نشرت ان محطه صينيه نوويه متوقعه على الحدود الشرقيه للمملكه العربيه السعوديه وقريبا من قطر والامارات، مما يعني تحديد المكان الجغرافي لهذه المحطه. وهنا لابد من الاشاره الى إثارة كل من قطر، وهذا شيء هام جدا، لأن بالنسبة لإثارة قطر بشأن المحطة وبشأن الحدود أيضا المشتركة ما بين كل من السعودية وقطر وإثارتها في هذه الظرفية لتعقيد مسار وصول هذا البرنامج النووي السعودي إلى أهدافه، وهذا شيء هام بالنسبة للأمريكيين، لأن التسريب لم يأتي إلا محطة نووية صينية قريبة من الحدود الإماراتية القطرية في الواجهات الشرقية للحدود السعودية. هذا هو التسريب الوحيد دون ذكر اسم الشركة مثلا أو ما هي باقي التفاصيل. المهم هو إثارة الفيتو القطري في هذه الظرفية على وجه التحديد، وأيضا زيادة معارضة الإمارات وقطر لمثل هذا البرنامج على الواجهات الشرقية في مقابل إيران. وبالتالي فإن ما يريده الآن الأمريكي محاولة تأليب إقليمي ضد المحطة النووية الصينية المرتقبة في السعودية وعلى حدودها الشرقية. إذن إثارة قطر والإمارات العربية المتحدة كإحدى أهم الواجهات التي تباشرها واشنطن في هذه المرحلة، ولذلك جاءت وول ستريت جورنال وعبر تسريب البنتاغون من أجل إيضاح مثل هذه النقطة. ثانيا أن التسريب أتى من البنتاغون، ولذلك أرادت واشنطن استثمار الرفض القطري والإماراتي من الحدود لقرب هذه المحطة من الحدود. إذن لدينا هذا التفصيل الأساسي الأول. التفصيل الثاني والأكثر أهمية، عندما لاحظ الجميع في مقال نيويورك تايمز وهو يحدد رفض المملكة العربية السعودية أي شرط، أو بالتعبير المباشر للترجمة أي شروط لتقويض مسألة تخصيب اليورانيوم وتصديره. إذن السعودية ترفض ماذا؟ ترفض مثل هذه الشروط المعرقلة، لا لتخصيب اليورانيوم ولا لتصديره. أصبح اليوم في وول ستريت جورنال أي شروط تقوض وصول السعودية للسلاح النووي. إذن هذا هو التفصيل الشديد من أجل تأكيد المخاوف القطرية والإماراتية في تخصيب اليورانيوم السعودي على أساس أنه قد يتجاوز حدوده، وبالتالي فإن هناك سلاح نووي سعودي انطلاقا من تخصيب اليورانيوم. عندما نأتي إلى باقي التفاصيل فكلها منشورة، لا بالنسبة للتوقيع الذي كان ما بين السعودية وما بين روسيا والصين وكوريا الجنوبية وفرنسا بخصوص هؤلاء الشركاء كلهم وقعوا مع المملكة العربية السعودية، وأن السعودية تحب كيبكو لكوريا الجنوبية لسبب واحد، لأن لديها القدرة التشغيلية الأمريكية. أيضا في الاتجاه الآخر نجد أن هناك طعن مباشر في المقال لفرنسا بأنها لم تستطيع أن توفي ما وعدت به المملكة العربية السعودية. إذن أول شيء ضرب ماكرون في العمق وضرب مصداقيته في العمق بالنسبة لنقل التقنية النووية، هذا أمر حاسم بالنسبة على الأقل الأمريكي، وهذا الذي لاحظه الجميع منذ ساركوزي وإلى الآن. وقضية نقل التكنولوجيا، ففرنسا دائما تقبل التوقيع على كامل الاتفاقيات ولا تنفذ شيئا على الصعيد النووي. ورغم أن فرنسا في صفقة ما بين الرافال، 100 رافال في مقابل الطاقة النووية، ورغم ذلك فإن الأمريكيين يعرفون أن فرنسا لن تلتزم بأي أجندة نووية تجاه المملكة العربية السعودية
بقي الحال بالنسبة لكيبكو. هناك إلى الآن استشارة للحكومة للمنع أو القبول بالنسبة لكيبكو. كيبكو أبدت، هي التي وقعت، لكن بالنسبة لكوريا الجنوبية حكومة لا تزال لم تعطي الضوء الأخضر، لأن الضوء الأخضر مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا بقي الحال مع روسيا، الخوف من العقوبات. إذا الصين هي الوحيدة المؤهلة أن تنقل حقيقة هذه البرامج إلى أرض الواقع، مع ناقص 20% بالنسبة للثمن خمس المبلغ. والمسألة الأخرى أن ما سمي بالدرجات العليا لقواعد انتشار عدم الانتشار النووي لا تطبقه الصين، بمعنى أن لديها ترتيب أساسي وغير حرفي لكل ما يتعلق ببروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة النووية. إذن لدينا هذا المسعى الرئيس وهذا الأساس الذي يمكن اليوم الاعتماد عليه بالنسبة لصفقة الصين. الربط الأمريكي ما بين التطبيع وما بين البرنامج النووي، وأيضا محاولة وضع شروط إسرائيلية غير مباشرة عبر الأمريكيين على البرنامج النووي المدني السعودي، هذا كله يعرقل بشكل كامل مسألة أو المسألة النووية السعودية. عندما نأتي إلى هذا التسريب اليوم بعد قبول دخول السعودية إلى بريكس، يزيد الأمر وضوحا لسبب رئيس، لأن المملكة العربية السعودية الآن في برنامجها قد يعد بمثابة جزء من خطة دولية أتى وزير الخارجية السعودية لتخفيف التأويل المباشر للغرب، واعتبار أن هذا البرنامج ليس بالضرورة برنامج بريكس، إنما هو برنامج السعودية في التعاون مع الصين وليس ضمن بريكس. وهنا لابد من تدقيق أمر رئيس في هذه المرحلة على وجه التحديد بخصوص العضوية التي لدى السعودية الآن، وانطلاقا من الأول من يناير 2024 كعضو كامل العضوية في بريكس، فإن هذا التقليد الذي سيسير عليه الأمر لن يخدم في شيء الأمن العالمي. وبالتالي فإن اليوم محاولة الضغط على البرنامج النووي الصيني السعودي انطلاقا من اعتباره ليس ثنائيا، وإنما الأمر يتعلق ببريكس، وأن هذه البرمجة هي برمجة لصالح تنظيم لديه أجندة، وهذه الأجندة معلنة ضد الدولار، ضد غيره، أي ضد الغرب مباشرة. والسعودية الآن في إحراج يريده القادة الأمريكيون بشكل أوضح. لهذا فإن البرنامج النووي الآن، والذي يمكن تعقيده لأن السعودية دخلت إلى بريكس، هذا الذي يجعل من الخطوات الأحادية الأجانب أولى بكثير من الدخول في تنظيم يعلن أنه مؤهل لعالم متعدد الأقطاب، لرفض المركزية الغربية، لرفض الدولار وتعزيز التعامل الثنائي بالعملات المحلية. إذن أمامنا هذا التصور الذي يريده الأمريكي أن يكون معرقلا لهذا البرنامج، وأن تبقى السعودية ضمن حالة الصديق، ولو أن هذا الصديق لديه ممارسات مزعزعة بلغة الصحيفة، مزعزعة للاستقرار. إذن الأمر هل سيزيد؟ هل محمد بن سلمان في هذه الحالة سيزيد من عدم الاستقرار في الخليج ومن ثم أيضا عالميا عبر بريكس؟ إذن أمامنا هذا التقدير الذي يحاول أن يضعه الآن الأمريكي لعرقلة برامج المملكة العربية السعودية في حال التحاقها ببريكس. هنا يأتي أمر أول من الخارجية السعودية، أن هذه المنظمة منظمة للتعاون الاقتصادي والتنموي حصرا، يعني لا يمكن أن تدخل في أجندة سياسية لصالح بريكس.
وأن هذه القراءة هي قراءة الملك السعودي الذي يريد أن تكون السعودية ومن ثم الخليج والعالم العربي ضمن جميع التكتلات العالمية. وهذا لا يميز بريكس في شيء، إذ بالنسبة للسعودية هذه استراتيجية، وهذا الذي سيلاحظه الجميع عندما سيذكر وزير الخارجية بأسيان مثلا بالقمة القادمة، القمة السعودية الأفريقية أو العربية الأفريقية دفعة واحدة. إذا قبل هذه السنة سنجد مثل هذه التظاهرات التي لا تعطي بأي حال لمثل هذه العضوية أسبقية أو أي شيء يميز الدخول في بريكس عن باقي المنظمات والتكتلات الدولية. إذن هذا هو الأمر المباشر، لكن المخيف هو إثارة أولا الفيتو القطري ودعم سنتكم، وأمام هذا الضخ الجديد بالنسبة ل3000 جندي والآف 35 واستراتيجية جديدة لسنتكم في المنطقة الخليجية ومن ثم الشرق أوسطية. إذن لدينا هذا التحفظ المباشر بالنسبة لسنتكم ومحاولة إثارة جزء من الخليج ضد سياسات محمد بن سلمان السعودية انطلاقا من قطر ومن الإمارات العربية المتحدة، والأهم من كل هذا السلاح النووي الذي لا يرغب اليوم السعودي في وضع أي شروط للوصول إليه على حد زعم وول ستريت جورنال. لكن قبلها كانت نيويورك تايمز تتحدث عن تخصيب اليورانيوم فقط، عدم خلق شروط لتعقيد تخصيب اليورانيوم وتصديره. اليوم أصبح السلاح النووي بديلا عن مفهوم تخصيب اليورانيوم وتصديره. إذن الوضع اليوم وضع شديد الأهمية بتصعيد النبرة ضد المملكة العربية السعودية، وهذا الذي يجعل من الوضع أكثر صعوبة في المستقبل القريب. شكرا جزيلا.